أما بعد عباد الله، الله تعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عندما نعيش في ظلال سورة الأحزاب وهاتان الآيتان منها، فإنك تعيش في ظلال آيات ترتقي بك لتكون متحققا بالصدق مع الله سبحانه، ولتطهر هذا القلب من النفاق وأدرانه، ولكي تتعرف إلى الله ورسوله وما يجب عليك في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يمكن أن تكون صادقا مع الله ورسوله، ولا يمكن أن تكون ممن تطهر قلبه من كل درن من أدران النفاق، ولا يمكن أن تكون ممن تعرف إلى الله ورسوله وقام بحق ذلك إلا إذا كنت ممن يحسن الظن بالله ويثق به ويتوكل عليه ويصر أن يكون مع المؤمنين، وخاصة في وقت الشدة، وأن تكون عونا للمؤمنين تشد من أزرهم، وأن تكف لسانك ويدك عن أن يقع منك أدنى إيذاء، إن في حق الله أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو في حق المؤمنين، وأن تبرأ من أعداء الله من كل لون من ألوان الولاء مهما كان. إذا نظرنا في سورة الأحزاب نجد هذه مقاصدها الرئيسة. يصل من المقام إلى هذه الآيات الكريمة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كانت قضية الإيذاء والتحذير منها سواء في حق الله أو في حق الرسل أو في حق الأنبياء أو في حق محمد خاصة صلى الله عليه وسلم، كانت هذه القضية حاضرة جدا في سورة الأحزاب حتى ذكرت في 7 مواضع، لأنه لا يمكن أن يتطهر هذا القلب، ولا يمكن أن تكون صادقا مع الله حق الصدق إذا لم تكن قد تطهر لسانك وتطهر قلبك وتطهرت جميع جوارحك من أن تقع في إيذاء، إن في حق الله أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو في حق المؤمنين. وأن يأتي الحديث عن التحذير من الوقوع في الإيذاء في حق المؤمنين بعد التحذير مباشرة من الوقوع في الإيذاء في حق الله أو حق رسوله صلى الله عليه وسلم، بيان أنه بعض الناس إنما يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقط لأنهم مؤمنون بالله، فقط لأنهم يحملون رسالة الله، ولأنهم أتباع الأنبياء. وكم ذا خطير إذن أن يقع إنسان ما في أي لون من ألوان الإيذاء هذا. لا أريد أن أستعرض ألوانا من الإيذاء في حق المؤمنين عبر التاريخ، سواء من أتباع الأنبياء أو ممن جاءوا بعدهم على هداهم وسننهم، إن في قتل أو في سجن أو في نفي أو إبعاد أو إقصاء أو تشويه أو افتراء،
هذا شيء يطول. ولو أنك جئت إلى أي آية من الآيات التي تكلمت عن إيذاء الأقوام لأنبيائهم ثم أخذت تنظر في واقعنا اليوم، لوجدت أن المسلمين اليوم ممن حملوا الإسلام بحق يتعرضون لنفس الإيذاء، وأن منهج أعداء الله في إيقاع الإيذاء بالمؤمنين وأتباع الأنبياء هو منهج واحد، مثال واحد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا اليوم تجد إذا منبر قوم مؤمنون صالحون دعاة مصلحون ليبلغوا كلمة الله تعالى وليكون لحكم الله وشرع الله في الأرض كلمته، كان هذا التصدي لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هي ذات التهم. إذا لا نريد أن نستعرض ألوانا من الإيذاء مستمرة في حق المؤمنين، فإن كل ذلك يرخص في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن أخطر ما يمكن أن يذكر في هذا الصدد، ولا أتعرض لإيذاء أعداء الله الخارجيين لأمة الإسلام، هذا لا نتعرض له لأنه الشيء البدهي، ولكن أخطر أنواع الإيذاء هو الذي يصدر من داخل المسلمين أنفسهم، من بعض من يحمل اسم الإسلام أو يدعي الإسلام تجاه ماذا؟ تجاه دين الله وحملة دين الله، لغاية واحدة يريدونها هو الصد عن دين الله والصد عن منهج الله وإقصاء حكم الله عن الأرض، أن يكون لحكم الله أو لأمر الله كلمة في الأرض. كل إيذائهم وكل مخططاتهم وكل عدوانيتهم وكل ألوان أحقادهم التي ينفثونها في إعلامهم وتضليلاتهم هذا غايتها في النهاية، كيف يصدون عن سبيل الله ومنهج الله. فتجدهم يرفعون في ذلك شعارات زخرف القول، كما بين سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيقولون لك نرفض أن يكون للدين علاقة بالسياسة، لأننا نرفض أن يستغل الدين من قبل أقوام. هم يعلمون أن القضية ليست قضية استغلال الدين، كلنا نرفض أي إنسان أن يستغل الدين لمصالحه الخاصة أو الشخصية أو الحزبية، القضية ليست قضية استغلال الدين طبعا تحت شعار العلمانية أو نحو ذلك، فصل الدين عن الدولة، والواقع أنهم لا يريدون فصل الدين عن الدولة، هم يريدون حجب الدين عن واقع الحياة وعن منهج الحياة وحركة الحياة وحركة الإنسان وحركة المجتمع ككل. لماذا؟ ليبقوا هم بجبروتهم وطغيانهم، ويبقوا هم بشهواتهم ونزواتهم، ويبقوا هم بمصالحهم المتجبرة الطاغية، يبقوا هم المتحكمون في الأرض، ليبقى البشر عبيدا لهم بدل أن يتحرر الإنسان من عبوديته لهم فيصبح عبدا لله. هم يعلمون أنه إذا حكم شرع الله تعالى إذن الإنسان تحرر من عبوديته لهم،
إذا الإنسان تحرر من شهواتهم ونزواتهم ومصالحهم وطغيانهم وفسادهم واستبدادهم. إذا يعلمون أنه بمجرد أن يكون الحكم لله في الأرض وشرع الله في الأرض، وأن تكون هوية الأمة هي هوية الإسلام، وأن تكون قيم الإسلام هي الحاكمة وقوانين شرع الله هي الحاكمة، يعلمون تماما أنه لن يكون لهم وجود، لن يكون لمصالحهم وجود. وأي مصالح؟ مصالحهم الفاسدة المستبدة، يعلمون ذلك. فهم وقد بذلوا عشرات السنين السابقة ضخا إعلاميا وضخا ماليا وتجييشا عسكريا ومؤامرات ومكر الليل والنهار ليكون لهؤلاء البعيدون عن منهج الله، ليكون لهم الكلمة في الأرض. فجأة يجدون أن كل جهودهم في الصد عن دين الله تتبخر، لذلك لن يستسلموا بسهولة. لا أحد يريد لهم أن يستسلموا لأحد، إنما يراد أن نستسلم لله سبحانه. لذلك لنكن صريحين، ما يحدث في بعض البلاد العربية اليوم هو ليس صراع سياسي. الصراع السياسي له أدواته، من انتخابات، من صندوق اقتراع، من أحزاب إلى غير ذلك، لكنه في الحقيقة صراع فكري عميق بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. صراع فكري بين مشروعين، إما مشروع دنيوي أرضي يرفض دين الله كليا أن يكون له وجود أو حكم أو تأثير، وبين مشروع يرى أنه لا بد أن يكون الحكم في الله للأرض، إن الحكم إلا لله واحكم بينهم بما أنزل الله. أين نذهب بهذه الآيات العظيمة؟ فحملوا فكرة الإسلام إسلاما كاملا شاملا ناظما لأمور الحياة كلها، لا يظلم فيه أحد ولا يعتدى فيه على أحد، ويؤتى الجميع حقه كاملا إلى غير ذلك من القضايا. لكن لا يمكن أن يأتي فيقول لك أنا لا أريد دين الله، فيقول لك فصل الواقع أو فصل الدين عن الدولة. إذن هو جريمتها وحقيقتها فصل الإنسان والمجتمع والحياة عن ربه. ثم حتى يبرر ذلك يأتي من يقول لك الدين شيء مقدس، الدين شيء عظيم، الدين شيء طاهر، كيف تنزل بهذه الطهارة وهذه القداسة إلى واقع الحياة؟ وقطعا ما يريدون من مثل هذه الشعارات إلا إقصاء حكم الله عن الأرض لتكون لهم الكلمة، ليزخرفوا هذا الأمر. يا أخي الإسلام علاقة بين العبد وربه. طيب نسأل، إذا كان الإسلام وإذا كان الدين علاقة بين العبد وربه، أليس المجتمع مكون من أفراد هذا الإنسان؟ أيكون لله حكم عليك أنت كفرد، ثم لا يكون لله عليك حكم وأنت جزء من هذه الأمة وأنت مكون لهذا المجتمع؟ فكيف يستقيم ذلك؟ كيف يكون لله عليك حكم كفرد؟ صلي صوم زكي انتهى. أما أن يكون لله عليك حكم وأنت تتحرك في الحياة حركتها المتكاملة كجزء من المجتمع، ليس لله حق أن يتدخل فيك، ليس لله حق أن يتدخل فيك. أما أن يكون لهم ولأهوائهم وشهواتهم ونزواتهم واستبدادهم وفسادهم أن يكون لهم الحق في التدخل في المجتمع، فهذا يحق له. ما هذا التناقض؟ ثم يقولون حرية بعد ذلك. إذا أراد المجتمع كجزء من حريته أن يتحرر منكم يا عبيد المادة ليكون عبدا حقا خالصا لله تعالى، فلماذا مثل هذا الإيذاء؟ ولماذا مثل هذا الصد عن دين الله سبحانه؟ ولماذا مكر الليل والنهار؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لا لكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ليرفع بعد ذلك شعار لا تزاود علينا فنحن مسلمون.
ونحن ليس صراعنا مع الإسلام، نحن صراعنا مع قوم يحملون يدعون حمل الإسلام، اتهامات. هذه من أروع ما يمكن أن يقدموها لكم، لا تزاودوا علينا نحن مسلمون. بالله عليكم يا من تقولون هذا القول وواقع حالكم يرفض حكم الله في الأرض، تقدم فاحملوا الإسلام كاملا، تقدموا فاحملوا الإسلام نظاما شاملا، تقدموا فاحملوا الإسلام عقيدة وهوية وقيما وأخلاقا وحضارة وقانونا وقوة وتربية وأخلاقا، والله لنكونن من ورائكم. فليس لنا عرب لا في تسلط ولا في منصب. فتأتي التهمة التالية، إن هؤلاء قوم متطلعون إلى المناصب، طامحون فيها طامعون بها. لا نريد أن نناقش أحيانا سفاهات تصدر من بعض، لكن أن يستبدوا بكل منصب وأن يسرقوا المناصب وأن يستغلوا المناصب وأن يغتصبوا المناصب، فهذا حلال عليهم. أما الصالح المؤمن التقي إذا قدر له أن يقدم وهو لا يقدم نفسه ليحافظ على مال الأمة، ليحافظ على هوية الأمة ما استطاع، ليحافظ على إرادة الأمة ما استطاع، ليدفع فسادا ما استطاع، فهذا يصبح طامع. أما هم فليسوا بطامعين، ليقولون لكم هؤلاء الإسلاميون فاشلون. إذا كنتم قد تسلطتم على العماد والبلاد عشرات السنين، فماذا كانت النتائج؟ دعونا نرى حصادكم أيها الناجحون. ضياع فلسطين، ضياع الأوطان، ضياع المقدسات، انحلال المجتمعات، فقر المجتمعات، ضياع إرادة الأمة، ضياع الاقتصاد، نهب البلاد، نهب العباد، مزيدا من الاستبداد، مزيدا من الفساد. قد جربتكم الشعوب إذن وجربت دعواتكم، فما هذا الاجتراء ليتهموا غيرهم بفشل وهو لم يفعل شيء، وأن بعده وهم الذين تحكموا بالبلاد والعباد وبأيديهم كل القوى وكل الأموال وكل الأعلام، فما أورثونا إلا ذلا ونكدا وفسادا واستبدادا، فمن الأحق بمثل هذا الوصم في الحقيقة؟ لكنهم في النهاية يصدرون من عقلية يهودية خالصة، أولئك الذين يصدون عن سبيل الله، وأولئك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وهو في التالي إيذاء في حق الله وإيذاء في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت لا أريد أن أتكلم عن أي لون من ألوان الإيذاء، فإنما أتكلم عن لون واحد من ألوان الإيذاء، هو مخططاتهم ومكرهم وأفعالهم في الصد عن سبيل الله ومنهج الله. في النهاية يصدرون من عقلية يهودية وهم يصدون عن سبيل الله، ولا يريدون لصالح ولا لمصلح ولا لمؤمن ولا لتقي أن يكون له كلمة في الأرض، لأن في ذلك نهاية مصالحهم ونهاية استبدادهم وفسادهم. العقلية اليهودية التي يصدرون عنها كما قال يهود في حق طالوت، أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه مقاييس ليس من شلة الفاسدين، ليس من شلة السارقين، ليس من شلة الغاصبين، ليس من مجموعة المغتصبين، ليس من مجموعة الخارجين عن القيم، ليس ممن باع ضميره لخارج أو لولاء لعدو، ليس منهم، كأن يكون له الملك علينا. لذلك شعارهم الثاني أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وشعارهم الثالث الذي يأملون تحقيقه إن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. سورة الأحزاب تبين لنا السر الخطير، أو قل وسائلهم إذ تحذر من الإيقاع أو الوقوع في إيذاء في حق الله ورسوله والمؤمنين،
يأتي بعد ذلك قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لما تأتي هذه الآية الكريمة هنا بعد التحذير من إيذائهم؟ لأن وسائلهم في الحقيقة إضافة لاجتماع المال الفاسد والسلطة الفاسدة والإعلام الكاذب تماما كما كان حال فرعون إذ تحالف فرعون بسلطانه السياسي مع هامان بسلطانه الإعلامي مع قارون بسلطانه المالي والاقتصادي ليبسطوا فسادهم واستبدادهم، وسيلتهم في ذلك الإرجاف، وسيلتهم في ذلك الاتهامات، وسيلتهم في ذلك الافتراءات، وسيلتهم في ذلك ضخ نوع من أنواع الانهيار المعنوي والأخلاقي داخل المجتمع، وسيلتهم في ذلك التخويف من القوى الخارجية. فيحذرنا الله من وسائلهم وأساليبهم، ويحذرهم أيضا: لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. النتيجة هنا يظنون أنهم سيعيثون في الأرض فسادا، حتى قال قائلهم يوم 30 يونيو: لن تجد ملتحيا ولا محجبة في مصر. مصر أرض الكنانة، مصر أرض الإسلام، مصر أرض يوسف عليه الصلاة والسلام، أرض عمرو بن العاص، مصر أم الإسلام. اليوم يأتي أمثال هؤلاء الرعاة ليتهددون المسلمين حتى في أبسط حقوقهم، ليقول قائلهم: لن تجد يوم 30 يونيو ملتحيا أو محجبة، أو أن يوم 30 يونيو يوم سقوط ابن تيمية. كذبوا وخابوا، يظنون أنهم سيستمرون يعيثون فسادا في الأرض، ثم لا تكون تتمة الآية قائمة كمنهج رباني في الأرض: لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لكن المسلم صبور، لكن المسلم لا يستفز، فاصبر اصبر. ثم يقول سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك، للمسلم خطته وليس له أفعال هي ردة أفعال. لماذا كل أساليبهم هذا؟ في مرض خطير تأصل فيهم، نتج عنه النفاق، ونتج عنه الإرجاف، ونتج عنه كراهية دين الله، ونتج عنه الحقد على الإسلام والمسلمين. بينته أيضا لنا سورة الأحزاب بعد ذلك مباشرة تبعيتهم لأعداء الله، أنهم لا يملكون لا عقولهم ولا قلوبهم ولا آراءهم ولا شيئا من أمر أنفسهم. باعوا أنفسهم للشيطان، وباعوا أنفسهم لأعداء الله، وباعوا أنفسهم لأصحاب النزوات والشهوات. لذلك ربنا قال بعد ذلك في حقهم: عندما يأتي جرد الحساب يوم القيامة قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. كله يبين لنا في سورة الأحزاب، كأنه يحدثنا عن واقعنا اليوم. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. عندئذ سيتبرؤون: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. أنى لكم ذلك، أنتم شركاء معهم في هذه الجريمة كلهم. لكن ربنا يرسم لنا المنهج كيف ننتصر على هؤلاء. فيأتي بعد ذلك مباشرة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فطالما أنت تحمل الأمانة بقوة، وطالما أنت تتقي الله وتقول القول السديد، وطالما أنت ممن يطع الله ورسوله، فلا تبالي بعد ذلك بشيء. لذلك وفي أول مرة يذكر فيه الإيذاء في سورة الأحزاب كان مفتتحا بقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم
عندئذ لن يضروكم، لن يضروكم إلا أذى، الأذى سيحصل. لكن هم ماذا يهدفون من الأذى؟ يهدفون قتلكم، استئصالكم، إنهاءكم، إقصاء حكم الله عن الأرض، إبعادكم، استعبادكم إلى غير ذلك. هذا لن يستطيعه أبدا أبدا، لن يضروكم إلا أذى. ومن ثم سبحانه وتعالى بين لنا منهجنا في مواجهتهم، لا ننشغل بهم كثيرا، اعمل، دع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقبلها ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، يساومونك، يحاولون منك أن تتنازل، أن تتراجع، أن تخاف، أن تخضع. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن سورة الأحزاب تكمل لنا، تقدم لنا هذه المنهجية الكاملة، كيف نكون حقا من أهل الصدق مع الله ورسوله، كيف نطهر هذا القلب من النفاق، كيف نكون ممن تعرف حقا إلى الله ورسوله وقام بحق ذلك، ومن ثم تطهر قلبنا من كل لون من ألوان الإيذاء، إن في حق الله أو في حق رسوله أو في حق المؤمنين، ومن ثم كيف نكون ممن يحسن الظن بالله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكيف نحسن الظن بالله سبحانه، وكيف نكون مع صف المؤمنين ونشد من أزرهم، وكيف لا نكون كالمنافقين الذين يرجفون ويخذلون ويضعفون ويؤذون. وعرضت لنا سورة الأحزاب صورة خطيرة من إيذاء المنافقين داخل المجتمعات أو المجتمع المؤمن تتكرر في كل عصر. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. هذا هو صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الإيمان والنفاق، بين الصدق والكذب. وهنا يتمايز المؤمنون حقا، ولا بد أن نعلنها صريحة. هو ليس صراع فكري، هو ليس صراع سياسي، للصراع السياسي أدواته، هو صراع فكري بين مشروعين لا يمكن أن يلتقيا. وقد حدثتنا السنة عن نماذج مما فعل بعض من ينتسب إلى الإسلام، قلت لا أريد أن أتكلم عن غير المسلمين، ممن يدعي الانتساب الإسلام كيف آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختاروا حديثا واحد لخطورة الأمر. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم قسما، فجاء رجل يزعم أنه مسلم فقال يا محمد اعدل، فإنها قسمة لم يقصد بها وجه الله. الله أكبر، رجل يدعي الإسلام ويتوجه بهذا الخطاب لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، اعدل. فلا تستغربوا اليوم إذا رأيتم أولئك الذين يصدون عن دين الله ومنهج الله يتهمون الصالحين ويتهمون المصلحين ويتهمون الدعاء بشتى ألوان الاتهامات، بدون ما نضيع أوقاتنا في ذكر ذلك. إذا قيل هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم من رجل يدعي الإسلام، فقال بعض الصحابة دعني أضرب عنقه، طبعا اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له القضية مهل ليست هنا. قال لا، يخرج من ضئضئ هذا، من أصل هذا، أو في رواية له قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أرأيتم هؤلاء الذين آذوا رسول الله فاتهموه بهذا الاتهام أنه لم يعدل من حيث الصلاة، مصلون، يحقر أحدنا صلاته إلى صلاتهم، من حيث الصيام صائمون، لكن لم يدخل الإسلام قلوبهم، لا يجاوز يقرؤون القرآن في رواية لا يجاوز تراقيهم،
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لم تتطهر قلوبهم من أدران النفاق، لم يحسنوا الظن بالله ورسوله، لم يكفوا أذاهم عن الله ورسوله والمؤمنين. إذن هذا الصراع مستمر، الأنبياء عانوا منه، فشيء طبيعي أن يعاني الأنبياء من أتباع الأنبياء من ذلك. لكنك مع الله والله معك، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إنما نذكر أنفسنا ليحاسب كل منا نفسه كم هو صادق مع الله ورسوله، كم هو يحسن الظن بالله ورسوله، كم هو مع المؤمنين في شدتهم يشد من أزرهم ويقف معهم ويدفع عنهم، كم هو يكف أذاه ويده ولسانه عن المؤمنين عن المصلحين، كيف يكون مع الحق نصرة لأهل الحق، حتى نكون بإذن الله تعالى ممن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه.